بمناسبة اسكندرية بقى والفنانين في اسكندرية، فاحنا لازم نتساءل طبعا عن الفنان علي قدورة، الفنان الشعبي السكندري، والحالة اللي أصابته بسبب ما أصيبت به والدته من إهمال جسيم في واحدة من مستشفيات الاسكندرية. تعالوا نشوف الفيديو بتاعه ونرجع لحضراتكم سريعا. يا ريت أي واحد والنبي جراله أي نصيبة أو جراله أي كارثة أو عمل أي حادثة ما يوديش حد لشرق المدينة، لأنه هيقابل فريق من أقوى وأجود أنواع الأمن اللي موجود في البلد. أمن اللي هيحط لك الأكسجين، أمن اللي هيدخلك، أمن اللي هيمشي بيك بالكرسي، أمن اللي هيقول لك أنت كويس ولا لأ، أمن. وممرضات، ممرضات قد إيه؟ أطفال كتاكيت كده، أطفال صغيرين كتاكيت، مش دكتور اللي بيكلمك. فين المدير؟ الاستاذ مش موجود، المغرب مش موجود، مفيش مدير. ازاي امي يبقى ناقصها اكسجين؟ اكسجين 70 في جسمها، 70% اكسجين في جسمها ناس ياهو، ويقول لك خلاص دي بقت كويسه بعد 10 دقائق جلسه نفس. ازاي؟ 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 ما ترتب عليه ان امي ركبت من العربيه جالها جلطه من هنا في المخ، طبيعي المخ ما وصلش الاكسجين، ما وصلوش اكسجين المخ. اجري بقى الحق على مستشفى خاص. امال انا جايلكوا ليه؟ انا جايلكوا عشان الحق، مش عشان انا معيش فلوس، مش عشان انا معيش فلوس، مش عشان انا مش قادر، مش عشان مش قادر، عشان انا عايز الحق. هاتوا حد يشوف شغله يا عم، هاتوا حد يصرف الفلوس في مكانها يا عم. ليه يا عم؟ كام ام بقى؟ الناس جوه، عايز اقول لكم ان المستشفى 5 ستار من بره، 5 ستار. خش جوه المستشفى الناس على بعض، وطبعا بقى الشحاتين ماشيين وراكو، يعني الشحاتين ماشيين وراكو ماشيين. ردونا والنبي، خلي بالك يا محمد والنبي من الحلقه القهوه بقى. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب ليه؟ كل سنه وانت طيب على ايه؟ واحد امه تعبانه، كل سنه وانت طيب على ايه؟ على ايه يعني؟ وانت طيب يا اخويا، على ايه كل سنه وانت طيب؟ ماشيين ليه؟ ماشيين في الرشوه، ماشيين ليه تشحطوا؟ شوفوا الناس دي، مستشفى حكومه ببلاش. كلام واقعي مباشر، مستشفيات الحكومية. قال لك المستشفى من بره 5 نجوم، من جوه بقى اتفرجنا على الإدارة بقى. حالة حقيقية، الراجل واضح جدا جدا من نرفزته اللي شافه بقى بشكل حقيقي. وطبعا لما والدته تبقى نسبة الأكسجين عندها 70%، أول ما خرجت من المستشفى قالوا لها دي كويسة، أول ما خرجت من المستشفى جالها جلطة في المخ، وطبعا اضطر في النهاية إنه يذهب إلى مستشفى خاص هو اللي يحلله المشاكل من النوع ده.